فإنه لدى انتشار الإسلام في الجزيرة العربية توجه وفد سامري برئاسة أحد حكمائهم ويدعى سرمصة إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من أجل الحصول على كتاب خطي يضمن أمنهم وحمايتهم. توجه سرمصة وكعب الأحبار وراي بحيرة توجهوا إلى سيدنا محمد وقال له راي بحيرة وكعب الأحبار قال له بحساباتنا ظهر إنك بدك تظهر. قال له ما خطبك يا سامري؟ قال له أنا في عندك علامة بين كتفيك إذا كانت موجودة أنت محمد. فشاف له ملابسه قال له أنت محمد بين علامة. بعدها قال لهم عزمون على الغداء. قال له السامري دي حجتي تمنعني. قال له ما حجتك؟ قال له ديني يقول كذا وكذا وكذا وكذا. قال له ايش بدي اكافئك؟ قال له الاسلام سوف ينتشر، ارجو اعطائي ذمام يكون امان لطائفتي. فكان لهم ما ارادوا، حيث امر الرسول الاكرم بان يكتب للسامريين عهد جاء فيه: انا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب أمرت أن يكتب للسامرة أمان وضمانا على دينهم وديارهم.